تمام. انا الحمد لله يعني ساتل داون ناو ان ليرسي. حاسس ان انا مش بعيد، مش متغرب، مش بعيد عن مش حاسس بغربة، مش حاسس ان انا بعيد قوي عن مصر لوجود لعيبة عرب هنا معايا ومصريين واللعيبة البلجيك كمان ناس يعني مرحين فريندلي بسطاء، يعني معاملة بينهم كويسة بيساعدوني، فحاسس ان انا ما تغربتش، يعني مش حاسس ان انا بعدت كتير عن بلدي مصر. حاسس مرتاح هنا في ليرسا. اتمنى ان شاء الله ان احنا نعمل موسم كويس ونبقى في مكان كويس ان شاء الله. مفيش فرق كبير تقريبا بين العيشة في أوروبا عامة، إنجلترا سواء إنجلترا أو هولندا أو بلجيكا، نفس الحياة، يعني ناس الشغل طول الأسبوع، في لو في ويك إند أو أجازة بس الناس تبقى خارجة فيها، حياة منتظمة فيها شوية روتين شوية نظام، بس كلها تقريبا نفس المعيشة سواء انجلترا هولندا او بلجيكا، فنفس نفس الجو العام للمعيشة يعني. اعتقد ايوه، يعني بعد العودة من اصابة كبيرة، يعني بقالي كتير ما كنتش لعبت، قعدت في الاصابة 6 شهور. أول ماتشات رسمية، مش رسمية، أول ماتشات أبدأها يعني مدة كبيرة، يعني هنا كانت في ليرس مع الفريق. طبعا ماتش من ماتش لماتش بحس إن أنا يعني فيزيكلي بقى أحسن والكونديشن بتاعتي بتتحسن أكتر. إن شاء الله برضو مع كمان ماتشات جاية بقى الريتم يرجع تاني والكونديشن بتاعتي ترجع زي قبل الإصابة إن شاء الله. فكان مهم جدا ان احنا نكسب الماتش اللي فات ده، يعني نقط، نكسب نقط دي بتدي ثقة اكبر للتيم للفريق، بتدينا ثقة الماتش اللي بعديه، وبعدين فوز بيجيب فوز، يعني نكسب ماتش الماتشات اللي بعديها بتيجي يعني. وبعدين الماتشات اللي لعبناها في الأول ما كناش معانا حظ كبير، أدينا، وكان في ماتش يعني ماتش جنت اتغلبنا آخر دقيقتين، ماتش برضو زولتا هنا ما كانش ممكن، كان ممكن نطلع بنتيجة إيجابية أكتر من كده، لعبنا ماتش كويس بس ما كانش فيه حظ معانا، اتغلبنا 2-1. وبرضو سيركل بروج لعبنا ماتش كويس، كنا متقدمين وبعدين راحوا بهجمة جابوا جول كونتر أتاك، فما كانش معانا حظ. أتمنى إن شاء الله الماتشات اللي الجاية يبقى معانا حظ فيها ونقدر نكسب نقط نقط، وما تبقى انت مرتاح في الجدول وفي مكان كويس، ده بيدي ثقه اكتر للعيبه والفريق والتكنيكال ستاف ان هم يبقى عندهم ثقه ويدوا اكتر ويلعبوا بثقه اكبر، فالاداء يتحسن ويقدروا يلعبوا كره احسن ويبسطوا الجمهور ان شاء الله. ايوه متابعين طبعا النتائج، لكن ما عندهمش فرصه نشوفوا الماتشات، مش مذاعه، في كتير ناس سالت بتسال الماتشات بتتذاع فين، لكن مش مذاعه في مصر، هي بتتذاع بس في بلجيكا حصري، لكن متابعين طبعا الفريق ومتابعين النتائج اسبوع باسبوع يعني. مصر
عندنا برضو ديربي كبير، اهلي وزمالك، ده برضو ديربي يعني الناس كلها بتستنى تتفرج عليه، وممكن اتفهم يعني ايه ديربي وعارف يعني ايه ديربي و قد ايه اهميه الديربي للفريق يعني واللعيبه والجمهور، خاصه الجمهور. كان في انجلترا برضو ديربي، كان ارسنال توتنهام ديربي كبير، في هولندا كان فاينورد اياكس، It's not derby but مش ديربي بس يعني نفس الاتموسفير بتاع الديربي. وهنا عارف ان الفئة ليرسا وميخلين ده بيج ديربي هنا في بلجيكا. اتمنى ان شاء الله نكون في فورمة كويسة يوم السبت ونقدر نبسط الجمهور. انا عارف ان الديربي بالنسبة للجماهير بتبقى حاجة خاصة وماتش خاص للجمهور، وبرضه بتبقى للعيبه حاجه خاصه، فاتمنى نكون في فورمه كويسه ونقدر ان شاء الله نكمل مشوارنا، ويبقى برضه فرصه كويسه ناخد 3 نقط تبقى مهمه جدا في مشوارنا في الدوري.